الآن أدب الطالب مع زميله المؤمن مرآة أخيه، لابد نتعاون. والله قد يستفيد الطالب من زميله أكثر مما يستفيد من شيخه. والله أتعبني بعض الطلاب في الطلب من زملائي، يعني أتعبني تعب شديد، يأتيني البيت، يأتيني في الحرم، يأتيني وقت الدرس، بعد الدرس، يا أخي تركني في حالي، يقول لا، لابد نراجع، لابد نحفظ، لابد كذا. يوم من الأيام جئنا عند الشيخ، شيخنا الشيخ حيد، المهم نسينا الكتب، وقلت للزميل الحمد لله نسينا الكتب اليوم لا نحضر عند الشيخ. قال لا أنا أحفظ. كيف؟ قال أنا جنتي في صدري، تعال نذهب إلى الشيخ. فجينا الشيخ قلنا الشيخ نسينا الكتب، لكن هذا زميلي يحفظ كل شيء. قال بسم الله، هذا الذي نريد. فتجد الطالب حريص عليك، يحرص عليك، لماذا تصنع كذا؟ لماذا لا تذاكر؟ لماذا لا تراجع؟ تعال نراجع هذه المسألة، قد يسألنا عنها الشيخ. فتستفيد أحيانا. والصاحب ساحب، وحامل المسك ونافخ الكير، وأنت تختار لنفسك. نعم. فلا قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. الآن جاء إنسان لخطبة مرأة، أنا لا أسأل عنه، أسأل عن زميلي. أي نعم. الطيور على أشكالها تقع. نعم. قال أخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، صديق منفعة. صديق منفعة يعني يريد منك النفع، غداء وعشاء، توصل بالسيارة مثلا. نعم. صديق لذة. لذة، هذا يضحك ضحك وفرفشة وكذا. نعم. صديق فضيلة. صديق فضيلة، هذا أندر من الكبريت الأحمر. نعم. ما تستفيد منه إلا للآخر. نعم. قال رحمه الله آداب الطالب في حياته العلمية. آداب الطالب في حياته العلمية. نعم. كبر الهمة في العلم، يعني عالي الهمة. إيش ندرس؟ عندنا أخونا الله يغفر له ويرحمه الأخ مشعل، هذا كان لديه مذكرة يكتب فيها لابد أتم كذا وكذا من الكتب، أصنع كذا وكذا من العبادات، أصنع كذا وكذا، اعتمار كل شهر مثلا، الحج في كل عام، الصدقة كذا وكذا وكذا وكذا، برنامج عجيب، علو همة. الآن لو تنظر في أرباب الدنيا، مجرد ما يبدأ بإنشاء شركة مؤسسة كذا، ها يقول نريد نوصل رأس المال إلى 100 مليار، صح؟ أما طالب العلم لا علو همة في الغالب، إلا من رحم الله في هذه الأيام، لا، وقال أنا ما أستطيع وكذا وكذا، وتزاحمت العلوم والمشاغل والأولاد وكذا. نعم. قال النهمة في الطلب. نعم. الرحلة للطلب. الرحلة للطلب، الرحلة لطلب العلم يستفيد منها الطالب، لكن أمر مهم قبل الرحلة، إذا لم تطلب العلم في الكويت والله في الغالب إلا أن يشاء الله لن تطلب العلم في المدينة ولا في موريتانيا ولا في أي مكان، ابدأ من هنا. لأن بعض الطلاب يقول أنا ما أستطيع أطلب العلم في الكويت، الحمد لله في نعم ورفاهية وكذا، ما أستطيع، لابد أذهب إلى المدينة. يظن أن المدينة جهاز، يدخل من هنا جاهل يخرج من هنا عالم، أو موريتانيا يدخل من هنا يخرج يحفظ الكتب الستة، لا، خرج من المدينة نسأل الله عافية السلامة أهل نفاق. فأنت أبدأ هنا، ابدأ اليوم. إذا كنت طالب علم في الكويت تكون طالب علم في موريتانيا، في المدينة، في كل مكان، لأن هذا يذهب إلى المدينة أيضا يقول ما أستطيع، موريتانيا أحسن، يذهب موريتانيا قال يا رجل إما رفاهية وإما عذاب، لا، أرجع إلى اليمن، أرجع إلى السودان، أرجع إلى باكستان، إلى الهند، لا. إذا طلبت العلم هنا بإذن الله تطلب العلم في المدينة، في أي مكان. الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. نعم. نعم. البيئة
كذا، لكن الهمة النشاط، يعني مثلا الشيخ يعرف هذا، في الجزائر خرج علماء أئمة من الجزائر، خرج علماء أئمة من المغرب العربي. التقيت بشاب في منطقة نائية في فرنسا، هذا الشاب إمام المسجد، صغير في السن، يحفظ القرآن قراءة ما شاء الله. والله سألت هذا الطالب في مواضع في القرآن، أجاب ما شاء الله. كيف طلبت العلم وأنت هنا في فرنسا؟ لا عالم، لا أحد يحفظ القرآن في هذه المنطقة، لا يوجد أحد. كيف؟ أين طلبت العلم؟ قال وأنا هنا. كيف يا أخي؟ قال عندي شيخ في مصر أقرأ عليه عبر الجهاز اللابتوب، ختمت القرآن ولله الحمد في أقل من 6 أشهر. أين؟ في فرنسا. هذا لو جاء للمدينة يطلب العلم. والله يا أخواننا، والله الذي لا إله إلا هو، عندنا بعض من جاء إلى الجامعة الإسلامية والله راجع بالردة، نسأل الله عافية السلام، راجع بالفكر الضال، نعرف هذا. الأرض لا تقدس أحد. نعم. قال رحمه الله: حفظ العلم كتابة. نعم، يكتب، وهذا تقدم. قال: حفظ الرعاية. نعم. قال: بالعمل والاتباع. يعني الآن هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد يحافظ هذا العلم، يحافظ عليه بماذا؟ بالمراجعة، بالمذاكرة على ما سيأتي، بالعمل، بالدعوة. نعم. قال رحمه الله: تعاهد المحفوظات. عندنا شيخنا الشيخ حيد، الله يحفظه يا رب، يقول هذه الأبيات حفظتها أيام الابتدائي. يظن الطلاب أن الشيخ حفظها أيام الابتدائي ولم يراجعها. لا يدري هذا الطالب أن الشيخ كل شهر ما يمر على شهر إلا يراجع كل ما حفظ، كل ما حفظ، كل ما حفظ. مفهوم؟ يقسم الأوقات من هنا إلى هنا وراجع كذا، من هنا إلى هنا وراجع كذا، لأن يمشي من البيت إلى المسجد. الأوقات إذا ما تكلم الشيخ هو يشتغل وحده، يبدأ يراجع. في إمام في موريتانيا عالم، هذا ما يكلم أحد أبد، هو إمام المسجد عالم، في الدرس يتكلم، في غير الدرس لا يمكن أن يتكلم بكلام في الدنيا. المؤذن حصل إشكال في موريتانيا قبل 5 سنوات تقريبا، انقلاب على الرئيس، فقال المؤذن اليوم يكلمني الإمام. فقال الإمام: حدث انقلاب اليوم على رئيس موريتانيا، ما التفت إليه، لأنه لو التفت إليه ضاع البرنامج، وإذا اختل البرنامج اليوم يختل غدا وبعد غدا ولا استفيد. لم يلتفت إليه، غضب المؤذن. يقول المؤذن بعد قرابة سنتين وجد الإمام في هذا اليوم فراغ، فقال المؤذن بسرعة: من الذي حدث على الانقلاب؟ قال: يا أخي روح، خليك في ذكرك، خليك في العلم أحسن لك. إخوانا، لماذا نسأل ماذا حدث في السعودية؟ ماذا حدث في الجزائر؟ ماذا حدث في مصر؟ ما تهتم بأمر المسلمين لا إشكال، أما تسب الحكام، تكفر الحكام، تسأل عن أشياء ليس لك بها علاقة، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. نعم. ومن السياسة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ترك السياسة. نعم. قال رحمه الله: تعاهد المحفوظات. تتعهد المحفوظات في كل شهر، تمر على كل ما حفظ وإلا ذهب الحفظ. نعم. قال رحمه الله: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. الآن يتدرب الطالب، هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. مثلا الآن تأتي إلى، طبعا بعد أن تمشي شيئا في العلم، فهذا يبدأ يسمع أشرط الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، سمع الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، ثم انتقل إلى الواسطية. عندما يأتي إلى الواسطية كيف يصنع؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق،
يأتي الشيخ يريد يشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إما يغلق الكتاب أو يوقف التسجيل. يقول الحمد تقدم معنا، هو يشرح الآن، هو يشرح، يقول الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم لله اللام للاختصاص والاستحقاق، الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما، لأنه تقدم هذا. ثم يفتح أو يشغل المسجل يسمع كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وافق الحمد لله، خالف يتعلم ويمشي على هذا يطبق. يسأل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عن مسألة، ما حكم الذبح لغير الله محبة وتعظيما؟ يوقف التسجيل، يقول الشرك أكبر. ثم بهذا يتدرب، ما يفتي، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. نعم، ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه كتب رسالة لابنه يوصي فيها بطلب العلم وأطال رحمه الله، ثم قال لابنه في آخر رسالة كتب: وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين، واتقوا الله ويعلمكم الله. طالب العلم لابد يكثر من العبادات، يتقي الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما صبروا، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. قال رحمه الله: الأمانة العلمية. أمانة العلمية، وضد الأمانة الخيانة. ماذا يصنع؟ لا يقول هذه الفائدة، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا، حتى من الأمانة ومن يعني السير على الطريق ماذا تصنع؟ تعترف بالفضل والسابقة لمن تقدم. يعني الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يستطيع أن يؤلف أحسن من الأصول الثلاثة وأحسن من الزاد، لا، لم يصنع هذا ولا يستطيع يصنع هذا. لماذا؟ لأنه عرف أن هؤلاء سبقوا في العلم، ومن الأمانة العلمية أن يسير على هذا الطريق، يشرح هذه الكتب، وضع الله سبحانه وتعالى في علمه البركة. ابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية كتب في أول الألفية، يقال هذا عنه والله أعلم بصحة هذا، كتب هو سبق من من؟ من ابن معطي الزواوي، ألف ابن معطي ألفية، ثم جاء ابن مالك وألف ألفية، وكتب في المقدمة فائقة ألفية ابن معطي، يعني هذه الألفية أحسن من ألفية ابن معطي. ثم نام، فجاء ابن معطي في المنام وقال له: فائقة ألفية ابن معطي، والحي خير من ألف ميتي. قال: أنا ميت، لو كنت في هذه الحياة لا تسابقنا، الآن كيف تقول فائقة ألفية ابن معطي وتسكت؟ لا يصح هذا، أنا لي السابقة عليك، أنا سبقت في هذا الباب وألفت ألفية في النحو، لابد تعترف لي بالفضل. فائقة ألفية ابن معطي، والحي خير من ألف ميت. فقام ابن مالك من المنام وكتب: فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. اعتراف بالفضل أمانة يا أخواننا، تتعلم الأصول الثلاثة ثم تأتي وتعلمها الناس. لا إشكال في بعض المناطق لا أستطيع أن أقول هذه أصول ثلاثة، لكن في بعض المناطق أقول قال الشيخ المجدد العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم. قال رحمه الله: الصدق. الصدق، طالب العلم يصدق، يصدق أولا مع الله في أقواله وأعماله وفي اعتقاده، ثم يصدق مع عباد الله. فهمت؟ يقول: لا لم أفهم. صادق، راجعت؟ يقول: لا لم أراجع. لعبت بالجوال؟ يقول: نعم لعبت. يصدق، مفهوم؟ أي نعم.
بعض المشايخ أحيانا يسأل الطالب تراجع؟ يقول نعم، كذاب في الواقع يعني. أي نعم، يصدق الطالب، يصدق مع شيخه. يقول أحد طلاب الشيخ تقي الدين هلالي، يقول أقيمت الصلاة وأراد الشيخ تقي الدين هلالي أن يتقدم للصلاة، فقال الطالب للشيخ الآن المسجد طلاب تقي الدين هلالي، هذا طالب وأقيمت الصلاة، فعندما أقيمت الصلاة قلت يا شيخ؟ قال نعم. قال أريد أتوضأ. صادق صح، الأصل يعني ممكن يصلي بغير وضوء صح؟ أي نعم، لأنه ما يستطيع يفر بجانب الشيخ. فقال الشيخ أتوضأ. ذهب هذا الطالب توضأ وأتى بسرعة، فقال له الشيخ تقي، قال ما شاء الله يا عبد الرحمن، وضوء السلف. شوف سبحان الله، يعني الصدق أدى إلى ماذا؟ التزكية، زكاك. كيف يعني وضوء السلف؟ وضوء السلف ليس فيه وسواس، جاء بسرعة الطالب. وتقي الدين انتظر هذا الطالب، لماذا؟ لأنه صادق. إخوان، إذا أنا يوم يقرأ علي أحد الطلاب الرحبي، المهم قال المؤلف رحمه الله، قلت من هو؟ والله يرتجف هو كذا. قال لا أدري. قلت سبحان الله، تقرأ ولا تعرف المؤلف؟ قال تريد الحقيقة؟ قلت نعم. قال أنا ما أعرف اسمك، حتى أعرف اسم المؤلف. قلت أسأل. قال أنت ما أعطيتني مجال للسؤال، أنا أرتعب. فهمت؟ أي نعم، صادق، لا إشكال في هذا الصدق. الآن دكتور ما شاء الله يدرس ويعلم. نعم، صلى الله إليه. قال رحمه الله: جنة طالب العلم جنة العالم لا أدري. لا أدري، تشك 1%، لا أدري. تثق 100%، تكلم، هذا طالب العلم. الأمور التي لا تشك فيها 1%، هذه تتكلم بها وتعلم الناس، تفتي. لا، تشك 1%، تسكت، الله أعلم. من يستمع لدروس شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله على أسئلة، لا أدري لا أدري، الله أعلم، سبحان الله، لماذا؟ الله أعلم الله أعلم، وهو إمام، فما بالك نحن؟ نعم، انتشر مذهب الإمام مالك رحمه الله أين؟ في المغرب العربي. لماذا؟ لأنهم أرسلوا أسئلة للإمام مالك وأجاب عن أكثر الأسئلة بلا أدري. أين انتشر المذهب؟ عند من قال لهم لا أدري، سبحان الله، لأنهم عرفوا الرجل أنه عالم يخاف الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. نعم، أحيانا يقول رأس المال العالم، رأس المال الوقت. نعم، لصوص الوقت، أخطر لص الوقت. يأتي الشيخ إلى المسجد ويريد يقرأ القرآن، يأتيه أول لص ويلقي أول قنبلة، كيف الحال؟ قال الحمد لله، الأسعار ارتفعت، يقول الحمد لله. وكيف أخبار الوزراء والبرلمان؟ القنبلة الثالثة، هذه القاضية أصلا. يقول تعبنا، يقول نعم تعبنا من أمثالك. صحيح، أنا آتي إلى المسجد أريد الطلب، بعض الطلاب في الدرس العشاء اليومين صح؟ إيه نعم، فهذا الآن يفكر طيلة الدرس في العشاء. نعم، قال رحمه الله: إجمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات. اسمع إلى ما يقول. إيش يقول؟ يقول الآن لابد ترتاح من العلم، ترتاح من العلم إلى العلم، هذه الراحة عندهم، أما عندنا لا، جواخير وكشتات وكذا وكذا وكذا. طب هو في علم أصلا؟ لا، الحمد لله. قال ترتاح من العلم إلى العلم. الآن يقرأ في القرآن،
وجد من نفسه فتور، ماذا يصنع؟ يقرأ في الحديث، من نفسه فتور، يقرأ في الألفية، يقرأ في كذا، يرتاح من العلم إلى هذا حال طالب العلم. نعم. قال رحمه الله تعال بنا نؤمن ساعة. نعم. قال رحمه الله: قراءة التصحيح والضبط. حرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ المتقن لتاما من التحريف والتصحيح والغلط والوهم، وهذا تقدم معنا خاصة في حفظ المتون. نعم. قال رحمه الله: جرد المطولات. جرد المطولات، إخواننا السلف لهم مجالس في جرد المطولات، يختم صحيح البخاري، يختم صحيح مسلم، الكتب الستة، ختم للكتب، مجالسهم مجالس علم. الشناقطة عندهم كتاب للمجلس، ما هو الكتاب هذا؟ صاحب البيت يضع كتاب هو ينتقي صحيح البخاري، يضع في المجلس، مجرد ما يدخل الضيف يعطي الكتاب، امسك اقرأ، وهذا يقرأ وهذا يستمع، صب القهوة وكذا، هذه مجالسهم، يختم الكتب. فصاحب البيت ما شاء الله يختم الكتب، ومن يقرأ عليها الضيوف. تستطيع الآن والله تصنع هذا، عندنا الكتب المقروءة الصوتية تنزل صحيح البخاري وتجرد المطولات في أيام، والله في السيارة بهذه الأجهزة ولله الحمد، هذا الأمر سهل. وتعقد المجالس، يعني اتفق الشباب يقول الليلة مثلا نقرأ قراءة فقط لكتاب الحلية، لزاد المعاد، أبواب مثلا لكذا لكذا لصحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله: حسن السؤال. حسن السؤال كما سأل جبريل عليه السلام. بعض الطلاب هدانا الله إياه يسأل حتى يضيع علينا الدرس، وبعض الطلاب يسأل حتى يوقع المسؤول في مشكلة مع الحكومة، خاصة هنا يعني يسأل عن كذا وكذا معروف. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في المسجد الحرام، الشيخ ليس لديه قارئ دائم، لا يغير، وهذا الطالب جديد في القراءة، وبدأ يسأل الأسئلة تأتي للطالب والطالب يقرأ. قال: ما حكم البنوك الربوية؟ قال: قم. ماذا؟ قال: قم امشي لا تقرأ. هي يؤدب الطالب. كيف تسأل عن هذا السؤال في المسجد الحرام؟ تريد به ماذا؟ أن أقع في السلطانة وأتكلم أو كذا؟ ثم طريقة إلقاء السؤال أحيانا، أنت تعرف هذا، أحيانا الغرض ليس السؤال، ما وراء السؤال. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم وللعلم أيضا ست مرات. بعض الطلاب يسأل في وسط الدرس، فلما حضره قالوا أنصتوا. نعم. قال: وللعلم ست مراتب: حسن السؤال، حسن السؤال، يسأل وماذا يصنع؟ يستمع، فلما حضره قالوا أنصتوا، هذا الثاني. نعم. ثاني حسن الإنصات والاستماع. الثالث حسن الفهم. حسن الفهم، فهمت؟ الحمد لله. إذا لم تفهم تقول يا شيخ تعيد، لم أفهم هذه النقطة بعد أن ينتهي. الرابع الحفظ. الحفظ الأحفظ. لماذا؟ لأنه سينقل بعد هذا. نعم. الخامسة التعليم. التعليم يعلم. نعم. قال السادسة وهي ثمرته: العمل به ومراعاة حده. العمل، لأن بعض الناس يسأل لضرب آراء العلماء، يسأل حتى يوقع المسؤول. نعم، تسأل للعمل. نعم. قال رحمه الله: المناظرة بلا مماراة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة. تقدم معنا في الحديث قال: قد أحسن من انتهى لما سمع، ولكن كذا وكذا. نعم، أدب. نعم. قال رحمه الله: مذاكرة العلم. إذا جاءك إنسان وعرفت أنه هذا ما يريد العلم ولا يريد الفقه ولا يريد يعني الفائدة، ماذا تصنع؟ تقول له: أنا تبت إلى الله، أنا تائب إلى الله. صحيح، وما ولا يمكن أتناقش معك، جزاك الله خير، السلام عليكم. نعم. قال رحمه الله: مذاكرة العلم. مذاكرة إخواننا، مذاكرة، يأتي يحضر الدرس الآن، بعد الدرس تذاكر تراجع، لابد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها. مدمن طالب العلم، يدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة، ما يقرأ كتب المنطق، الفلسفة، الغرام، السحر، الشعوذة، أبد، كتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: استكمال أدوات كل فن. نعم، وهذا تقدم. قال رحمه الله: التحلي بالعمل من علامات العلم النافع. تسأل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع وهي. نعم، عندنا يكتب مثلا في ترجمة أحمد رحمه الله، يقول: الإمام العالم الزاهد. لماذا زاهد؟ العابد الورع. لماذا؟ حتى تعرف العمل، هذا الثمرة. نعم. قال: علامات العلم النافع وهي العمل به، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. نعم، التزكية والمدح والترفع على الخلق. نعم، أنا فلان ابن فلان. نعم. تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. نعم. الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، يعني لا يريد الشهرة أو الترفع، لكن الناس في هذا الباب طرفين وسط، انتبه. يعني الآن قال: أنا ما أريد أتصدر. طيب، أنت تعرف أنك أحق من في هذا المكان بالإمام بإلقاء الكلمة، تترك يتكلم أهل الباطل. أبو بكر رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر لم يبالي بأحد. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الموضع لابد أن يقوم. عندنا الآن لو أقيمت الصلاة، نقدم من يعرف؟ نقدم، تفضل تفضل تفضل. هذا شاهي أو قهوة أو طعام؟ هذه عبادة؟ نعم، عبادة. ماذا نصنع؟ يا أم القوم أقرأ من كتاب الله. هذا يعرف أنه أقرأ القوم لكتاب الله، ما يكلم أحد أصلا، يتقدم، استو، الله أكبر. يقال عنك تريد التصدر، تريد كذا، لا عليك، من التمس رضا الله بسخط الناس. مفهوم؟ لأن الناس في هذا الباب خلط، البعض يحفظ وإمام وكذا ولا يتقدم للصلاة، ويصلي الجاهل وبعدين يقول الصلاة باطلة. أنت السبب، تأثم. ولو فتحنا هذا الباب لا أحد يعلم الناس، ولا أحد يؤم، ولا أحد يأمر بالمعروف، ولا أحد ينهى عن المنكر، ولا أحد يتولى القضاء. نعم. قال رحمه الله: هجر دعوة العلم. نعم. إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. تقدم معنا، تسيء الظن في نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله، اسمع، هذا يقول ابن القيم: وظن بنفسك السوء تجدها، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. كان أول مرة البعض يسمع هذا الكلام. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل، ليس فيها خير. وقل يا نفس مأوى كل سوء. من أنا؟ مأوى كل، قل أنا ظالم. صح، أنت ظالم. نعم، أنت إيش تقول؟ تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تقول: أنا ظالم، مذنب، مقصر، مفرط. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ لا والله، وما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. من أين لك هذا؟ من فضل ربي. مفهوم؟ هذا العلاج. العلاج يقول: وظن بنفسك السوء تجدها كذاك. لأن البعض يقول: أنا طالب علم والحمد لله أحسن من غيري، والحمد لله وعندي وحفظت وصنعت، ووالدي ووالدتي، وكتبت وألفت. نعم.
قال رحمه الله: زكاة العلم. نعم، تزكي العلم. العلم هذا يحتاج إلى زكاة يا أخواننا، لابد نعلم الناس، نتعلم، نعمل، ندعو، نصبر، تزكي العلم. نعم. قال رحمه الله: عزة العلماء لا تسعى. نعم. لا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. نعم. الآن إيش يصنع البعض؟ يتعلم حتى يذهب إلى ديوانية فلان ويقدم فيها حتى يحصل له مال. بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك، أي الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، يطلب العلم للوظيفة، يصلي للراتب المكافأة. كيف نعرف أن يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. قال رحمه الله: صيانة العلم، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. يعني الآن بوب على هذا البخاري رحمه الله باب جواز كتب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن عندنا أناس لابد أن نكتم عنهم العلم. يأتي طالب يقول: أدرس واسطية. أقول: لا، ما أستطيع. تدرس أصول ثلاثة أو لا؟ قال: لا أستطيع، مع السلامة. إيه نعم. فبعض الناس الآن لابد أن تكتم عنهم العلم. إيه نعم، لكن ليس كل العلم، لأن الأصل في كتم العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: المداراة للمداهنة. المداراة للمداهنة كما قلنا من السياسة ترك السياسة، ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. أما تسكت عن الباطل، إنسان يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس؟ لا والله، إما تسكت أو تنصرف، وإلا أنت وهذا سواء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فأنت تعرف أن فلان يسب يشتم ما تدخل المجلس من أصله، أما تدخل يسب يشتم يستهزئ، إما الإنكار والانصراف. نعم. قال رحمه الله: الغرام بالكتب. وقلنا: أي كتب؟ يعني مغرم بالكتب. أي كتب؟ والكتب يزين بها؟ لا. ماذا يصنع في الكتاب؟ أولا ينتقي الكتب المؤلفة من الأئمة، كتب شيخ الإسلام يجمعها كاملة، ينتقي النسخ، ما يضع الكتاب في المكتبة إلا ويقرأ أقل ما يكون المقدمة والفهرس، أقل شيء، دائما بين الكتب. نعم. قال رحمه الله: قوام مكتبتك. نعم. عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه. الاستدلال والتفقه، يعني أولا يستدل ثم يعتقد، لا، الاعتقاد أولا ثم الاستدلال ثانيا. نعم. قال: والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم. نعم، كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، كتب الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني، كتب الأئمة. نعم. قال رحمه الله: التعامل مع الكتب. قال لي أحد الطلاب: يا أخي سبحان الله، ما عندك إلا شيخ الإسلام وابن القيم وأحمد والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان، يعني ما في أحد هنا ولا هنا ناسي؟ قلت: والله يا أخي، يعني أنا لو أصير على هذا الطريق يكفيني. وهذا ليس بقدح في بقية الأئمة، ليس بقدح أصلا. ثم لو نأتي للشيخ بن عثيمين رحمه الله، مؤلفات دائما يقول: قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال ابن سعدي. طب اسأل هذا السؤال للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنهم عرفوا أن هذا الطريق، عرف
نطلب عن طريق من؟ ابن القيم. ابن القيم رحمه الله يوصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، وعلى هذا نسير. نعم. قال ولو ضبطنا كتب شيخ الإسلام الآن إيش أصبح؟ شيخ إسلام ثاني. والله أخواننا صح، لكن لا نضبط كتب الأئمة، لذلك ما خرج شيخ الإسلام بعد شيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله: إعجام الكتابة إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: وضوح الخط. وضوح الخط يعني إذا كتب يكتب بخط واضح. نعم. رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. على قواعد رسم الإملاء. نعم. يعني عندنا يقول خرابيش. نعم. قال رحمه الله: المحاذير. محاذير، انتبه، عادة العلماء يذكر لك الداء والدواء، الداء والدواء. هو ذكر الداء الآن، الآن ذكر الدواء، والآن سيذكر الداء. نعم. المرض. نعم. قال: حلم اليقظة. حل أحلام اليقظة، يعني أحلم أن يكون شيخ الإسلام، له مؤلفات يقال عنه: الخطيب المسقع، أسد المنابر، الإمام العالم، العلامة، المحدث، كذا. ولهذا أول شيء يفكر فيه الطالب ماذا؟ يؤلف ويبحث عن أموال من هنا وهنا ويطبع. نعم. أول كتاب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أول كتاب للشيخ الألباني رحمه الله تخريج أحاديث الإحياء، هذا لم يخرج الشيخ ناصر رحمه الله إلا آخر حياته، لأنه لم يرتضي هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: احذر أن تكون أبا شبر. نعم، يعني أول خطوة في العلم. ويقول كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: يا أرض اشتدي ما عليك قدي. لا، الشبر الأول ويبدأ يتفلسف، الشبر الثاني لا، بعد أن تنتهي هذا الوقت تتكلم، أما في أول شبر لا تتكلم. نعم. قال: التصدر قبل التأهل. وقلنا الناس في هذا الباب طرفين وسط. نعم. التصدر قبل التأهل، ثم قال: التنمر بالعلم. نعم، بعض الناس يحفظ مسألة واحدة، مسألة واحدة، كل ما يأتي مجلس يتكلم فيها. تعرف كذا؟ قال: ما أعرف. قال: أنا أعلمك أمام الملأ. مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله: تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. تقدم معنا يصنف قبل أن يتمكن في العلم، في العلوم، في علوم الآلة، يعرف طرق التصنيف كذا. نعم. قال: وأسهل شيء التصنيف في هذه الأيام، والله أخواننا أسهل ما يكون. تأتي إلى جوجل وتعطيه وقص ولصق، مجلدات تخرج لك، والحمد لله رب العالمين، وخلاص انتهى الأمر. وكثير من العلماء في هذه الأيام يقول هذا، يقول التأليف في هذه الأيام قص لصق بس. اسمع، يقول: كل كتب شيخ الإسلام، كل كتب شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل، كل كتب شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل، يكتب من حفظه، يكتب من حفظه. كل أكثر مؤلفات شيخ الإسلام أين كانت؟ في السجن، ليس لديه مراجع. مفهوم؟ أي نعم. لو ننظر في مؤلفات شيخ الإسلام، سبب التأليف، التأليف لا، فتاوى، ردود، صح؟ ألف من أجل التأليف لا، ألف لحاجة الناس، لهذا وضع الله له القبول. نعم. قال رحمه الله: موقفك من وهم من سبقك إذا ظفرت. نعم. يقول الآن: وجدت خطأ، وهم لعالم، تفضح أمام الملأ. لا، الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أراد شرح الواسطية، شرح كتاب التوحيد، طبعا لا شك هو يخالف شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المسائل. ماذا صنع؟ هل يخرج مؤلف الأخطاء الواردة في كتاب التوحيد؟ والله ما يمكن يصنع هذا، ممكن واحد منا يصنع، صحيح؟ ممكن، كما جاء أحد يعني من ردوا عليه العلماء، ألف الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، عجيب،
عجيب هذا. يعني هذا السلاح له للبدع أصلا. وقل هذا منكم يرد عليكم ويرد على محمد بن عبد الوهاب وهذا الكتاب لا يصلح. الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح الكتاب، في داخل الكتاب قال هذا الحديث لا يصح، وإن صح فكذا، هذا المسألة هذه المسألة ليست مسلمة للمؤلف. رد لطيف دون أن تشعر، رفع الإمام محمد عبد الوهاب وخالف في بعض المسائل دون أن تشعر. هذه الطريقة التي عليها السنة والجماعة. لمن هذا؟ مع الأئمة، مع علماء أهل السنة، أما المخالفين لا تنظر لهم أصلا. نعم. رحمه الله، دفع الشبهات لا تجعل دفع الشبهات. يعني بعض الناس يقول كالسفنجة يمتص الشبهات، وهذا اللي نصنع اليوم في الجوالات، قال فلان الضال المضل من يسب الرب نستمع له، من يسب مات المؤمنين نستمع وننشر. نعم، الشبهة إذا دخلت قد لا تخرج. نعم. قال رحمه الله احذر اللحن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يرسل لك مقطع، اسمع إلى ما قال الضال المضل في شيخ الإسلام، تستمع؟ والله ما استمع. اسمع إلى ما قال فلان في جواز أكل الربا، والله ما استمع. اسمع إلى ما قال الضال المضل في جواز دفن الصالحين في المساجد، والله ما أسمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. اليوم إلا من رحم الله نفعل عكس هذا. نعم. قال رحمه الله الإجهاض الفكري. نعم. بإخراج الفكرة قبل نضوجها. قبل نضوجها، انتظر، تأمل، تريث، اسأل، خذ الكتاب اعرضه على فلان على علان، فهمت؟ ارجع، انا فهمت هذا من هذا الدليل. نعم. قال احذر الجدل البيزنطي. هذا تقدم معنا، يريد فقط انه يقال ان الشيخ الامين الشنقيطي كان لا يجادل ابد، لا يجادل لانه يخاف، يخاف من ماذا؟ من العجب الغرور، ما يجادل ابدا. سأله طالب في الجامعة الإسلامية قال يا شيخ ما هي شهادة الزور؟ قال شهادة الزور هذا الطالب في السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية زمن الشيخ الأمين الشنقيط، كان يكتب في شهادة المتخرج من الجامعة الإسلامية الشيخ زمن الشيخ بن باز رحمه الله، كان يكتب، ما يكتب الطالب في الشهادة، يكتب الشيخ. فهذا طالب في السنة الرابعة يسأل أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول يا شيخ ما هي شهادة زور؟ قال لا تعرف؟ قال لا أعرف. قال هي الشهادة التي تأخذها إذا تخرجت، ليس شهادة كل الطلاب في الجامعة الإسلامية، لا، شهادة هذا في السنة الرابعة ولا أعرف شهادة الزور. نعم. قال رحمه الله لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. نعم، فقط أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع أحيانا في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، في كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ينتقد على من يقول أحيانا، اسمع، يعني البعض يقول أنا سلفي، هو بهذا يريد التزكية، هو بهذا يريد الترفع على الناس. لا، كلمة أنا سلفي لا يراد بها الترفع على الناس، يراد بها الاتباع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نهاية العقيدة الواسطية ألف عقيدة، وهو شيخ إسلام، في نهاية العقيدة يقول أسأل الله أن يجعلنا منهم. طب أنت من من؟ تبرع من حولي ومن قوتي. وبعض الناس تقول يا أخي اتق الله، طريقة السلف، قال أنا أعرف السلف قبل أن تولد، أعرف السلف والسلفية، سبحان الله أخوان. وبعض الشباب يجيك يقول أنا سلفي. الشيخ العباد حفظه الله جاء إليه سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن من أهل السنة من إيران والجماعة السلفيين، جئنا إلى المدينة ومكة
وجدنا بدع في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. غضب الشيخ وقال: أول قول السائل نحن من كذا وكذا، هذا تزكية، وكأنه يقول نحن من أهل السنة وأنتم من أهل البدع. والله صدق. وبعضهم يقول إذا أنا لست بسلفي، أنا لا أعرف من السلفي أصلا. والله وصل به. قلنا لا يمكن لأحد أن يتبرأ من السلف والسلفية، لا يمكن، استتاب هذا، لأن السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ونعم السلف أنا لك. أما يترفع عن الناس يتكبر يقول أنا السلفي وغير خلفي، ما يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله وأخيرا. لا نعم. قال: نواقض هذه الحلية. نواقض هذه الحلية. نعم. قال: إفشاء السر ونقل الكلام. إفشاء السر ونقل الكلام. اليوم يقول كنا عند الشيخ فلان وقال كذا، واليوم صنع كذا الشيخ، واليوم رأى كذا ورأى كذا ورأى كذا. نعم. نقل الكلام، وأصبح الأصل في طالب العلم نقل الكلام والغيبة والنميمة والفضيحة، هذا الأصل، إلا من رحم الله. نعم. قال رحمه الله: والسلف واللسانة. نعم. تكلم فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، عندما يعني عبد الملك خاطب عبد الرحمن بن الأشعث وقال أعزل الحجاج وأنهي هذا الأمر، أراد الرجوع عبد الرحمن، أراد الرجوع، توقف عن الخروج. فقام الذين مع عبد الرحمن قالوا: ما ترجع، وأجبروه على الخروج. وهذا يصنع بعض الناس اليوم، يقول: يا شيخ إما ترد أو أردنا، إما تبدع وتفسق أو أفسق أنا. نعم. يتطاول والله. نعم. قال رحمه الله: وكثرة المزاح. كثرة المزاح، لأنه كل من عرف بشيء، كل من أكثر من شيء عرف به. نعم. يقال الضحاك فلان، اللعاب، الراقصة، صحيح؟ طالب علم. نعم. والدخول في حديث بين اثنين. الدخول في حديث بين اثنين. نعم. والحقد. الحقد. والحسد. ذكرنا. وسوء الظن. سوء الظن، ما يحسن الظن أبدا. إحسان الظن يا أخواننا، مثاله كنا نقرأ في الطحاوية الآن، ويشرح الشيخ بن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع. أحسن الظن في الطحاوي، مع أنها أمور يعني عظيمة. قالوا: حسن الظن في الطحاوي أن هذا الكلام ليس من كلام الطحاوي، مكتوب في الطحاوي. قالوا: ليس من كلام مدسوس، لو قيل أنه مدسوس لكان له وجه، لأن عرفنا هذا المؤلف معروف بالاستقامة وأنه من أهل السنة والجماعة. حسن الظن. نعم. اليوم الأصل عند بعض طلاب العلم سوء الظن. نعم. قال: ومجالسة المبتدعة. مجالسة المبتدعة تقدم. ونقل الخطى إلى المحارم. إلى المحرمات، يعني يمشي إلى أماكن الله وأماكن المنكرات. قال: فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف، لعاب، مغتاب، نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.